جئت إلى اليابان أول مرة في عام 2000 عندما كنت طالبة جامعية، وكانت دراستي عن الثقافة واللغة اليابانية. تعلمت أن اليابان والصين تجمعهما علاقة تاريخية عميقة تعود إلى أزمنة سحيقة. عندما كنت في السنة الدراسية الأخيرة بالجامعة حالفني الحظ حيث تم انتخابي رئيسا لمجموعة من الطلاب الأجانب تسمى فوسا. تتيح لنا فوسا فرصة التواصل مع اليابانيين ومعايشة الثقافة اليابانية. أثناء دراستي الجامعية عشت مع أسرة يابانية في منزلها، وعلمني أفرادها العادات والتقاليد الثقافية اليابانية وعاملوني كأحد أفراد الأسرة. بدأت العمل في ميتسوي فودوسان عام 2007، ولأنني كنت أول موظف من غير اليابانيين في الشركة، فقد قدمت لي الشركة الكثير من الدعم، وحتى الآن وبعد مرور 10 سنوات ما زال الجميع يدعمونني بصورة كبيرة. ما تعلمته من فوسا، خاصة مهارة اللغة اليابانية، ساعدني على النجاح في هذا العمل. لدى معظم الجامعات اليابانية نظامها الخاص بالمنح الدراسية، فالدعم المالي الذي تلقيته من جامعة طوكيو ساعدني على التركيز في دراسة الأكاديمية، ولذلك أستطيع أن أصف اليابان بأنها دولة مفاتيحة على العالم. فاليابانيون يتوقون إلى تعريف اليابان بالعالم، وأيضاً إلى نقل الثقافة اليابانية لباقي أنحاء العالم.